مراجعة مجلة الاستثمار بسن قوانين تحفز على الاستثمار وتشجع الشباب على المبادرة الخاصة من أبرز نقاط البرنامج الانتخابي للمترشح عن الدائرة الانتخابية حي التضامن طارق الربعي. البرلمان القادم عند سن القوانين التشريعية إن شاء الله باش نرجعوا مناخ الاستثمار وباش نحفزوا فيه ويتحسن البرنامج هذايا على أساس عدة إصلاحات كبرى باش نقصوا في لي باباراس الوثائق الإدارية المجحفة اللي تثقل كاهل المستثمر خاصه المستثمرين الشبان، ولازم كذلك بقروض ميسره باش ما يتعبهمش، خلوا الناس يشدوهم الاراضيهم للاراضي الفلاحيه للمناطق الصناعيه. حي التضامن تعرفوا منطقه مفقره مهمشه، لازم النهوض بالفئات الهشه، الترفيع في المنح المسنده للعائلات المعوزه، كذلك معناتها اسناد بطاقات العلاج المنخفضه معناتها الكرني الاصفر والكرني الابيض هذا اللي هو المجانيه. المترشح عن دائرة حي التضامن طارق الربعي تعهد أيضا بالاهتمام بالمجال الرياضي والثقافي عبر تخصيص فضاءات مهيئة تستقطب شباب المنطقة. اختار المترشح عن الدائرة الانتخابية حي التضامن محرز العياري التواصل المباشر مع متسكني المنطقة للتعريف بأهم محاور برنامجه الانتخابي. اللي يهم جميع الفئات خاصة الشباب المنقطع الدراسة والمنحرف والبطال، سن قانون يجبر التلاميذ المنقطعين عن الدراسة باش يسجلوا في التكوين المهني ويتعلموا صنعة، مع تسهيل إجراءات لطالبين الشغل، وسن قانون إعفاء جبائي لمدة سنة لهم على الأقل، تشجيع أصحاب الشهادة العليا باش يتكونوا في المجالات المطلوبة كما التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات، نشجع أولاد منطقتي شباب منطقتي باش يشاركوا في الشركات الأهلية في منطقتنا حي التضامن. زاد نكونوا عندنا لهنا نطالب باش نركزوا مركز لمعالجة الإدمان في الولاية على الأقل، تكوين لجان باش تعاون عائلات ضعيفة الدخل، ما ننساوش وليداتنا ذوي الاحتياجات الخاصة باش نعاونوهم زادة. كما تعهد المترشح عن الدائرة الانتخابية حي التضامن محرز العياري بالعناية بالجانب البيئي وإيجاد حل جذري لإشكالية رفع الفضلات.